أمير ليش معصب طول بالك؟ أنا ماني منيحة، أنت ليش مو مصدقني؟ ضحكتي علي، قلتيلي إنك رح تنتحري على التليفون، شو هالمزحة هاي؟ لك بلا حكي فاضي، أنا ما كنت عم أمزح، ما كنت منيحة ولهلأ ماني منيحة. يلي مرقت فيه مانو سهل. أنا بعرف منيح شو اللي مرقتي فيه، وبعرف كمان شو عملتي مع فتون. خلاص انكشفتي على حقيقتك أمير، أنت الوحيد يلي بتفهم علي. هلأ لا تبلشي تتمسكني قدامي ريما، ما كان عندك الجرأة تتصلي بأي حدا بنوب، ولهيك اتصلتي فيني ما هيك؟ ليش؟ لأنه أمير دغري بيصدقني، أمير صاحب ضمير وما بيتضايق مني، بس ما طلعت أهبل مثل ما أنت مفكرة. أمير لو سمحت اسمعني، لو سمحت. لك صدقني ما كنت بتمنى أنه يصير شي من اللي صار مبارح. هي عم نال عقابي، شوف كيف ما عندي حدا اشكي له همي. أنا هلأ كتير بحاجتك، ما بدي منك غير أنه تسمعني مو أكتر. ليك أمير مانك مجبور تحكي أي شيء، أنت اسمعني وبس. شكرا لك. خود أعطيه لفتون. تعرف مجد، ما بقدر شوفك متضايق هيك بيحترق قلبي عليك. ارجع مثل ما كنت، ما بعرفك ضعيف هيك. سكري على الموضوع، أنا منيح، أنت ارتاحي، اهدي. كيف بدك يعني اهدى وأنا شايفتك مقهور؟ يعني شو ناطرة مني أقول بتول؟ وشو لازم أعمل هلأ لترتاحي؟ احكي. أنت بتعرف كتير منيح شو لازم تعمل أخي. لك بتول، مو أنت اللي اتصلتي فيني وقلتي لي رح أجي لعندك مشان نفضفض لبعض؟ إلك ساعتين قاعدة عم تنظري علي بالحكي وبس، يعني فكرتيني ما بعرف أتصرف؟ فهميني لوين بدك توصلي؟ كل القصة أني عم حاول ساعدك لأني خايفة عليك، شو عملت لك لتتضايق؟ لك أهلين. إيه ريما، عم بسمعك، شو بدك مني؟ ألو. شوفي مين هذا اللي دق لك؟ واحد غلطان. أمي أمي روحي على البيت حبيبتي، يلا أنا بدي ضل لحالي. طيب على بعضكم، كيف صارت القصة؟ نحن تعرفنا بالسينما ووقتها كنا لحالنا، يعني بكل الصالة ما كان في غيرنا. ايه لأنه العرض كان 10 الصبح. بوقتها كنا نحن اثنين مكتئبين كتير وضلينا قاعدين للمساء وما حسينا بالوقت. وبتذكر حضرنا فيلم تراجيدي وبكينا عليه، وبعدين فجأة طلعنا ببعض وضحكنا. مزبوط، ولما رحنا نجيب بشار حكينا مع بعض وتفرجنا على الفيلم الثاني سوا وقعدنا جنب بعض. ايه صح. ولما كان البطل عم يعرض الزواج على البطلة، انا وقت استغليت الفرصة وطلعت بعيونها وقلت لها بتتزوجيني، وانا قبلت فورا وكانت بداية مشوارنا، وبعدين تزوجنا وكل شي صار مثل لمح البصر. حلو. ايه وانتو كيف تعرفتوا على بعض؟ ايه ونحنا كان لقاءنا رومانسي صراحة، كان حلو كتير. ايه والتقينا بمالطيا. عفواً بمالطيا باريس. ما مهم المكان، المهم اللحظة اللي التقينا فيها. مزبوط، كانت رومانسية. بوقتها كان الجو بيطير العقل ومنظر البحر بجنن، وكان في أوركسترا وكان في طبل وزمر وأنا كنت على رأس الدبكة. حبيبي زياد، أنا متذكرة أنه هداك اليوم كان رومانسي أكتر. ايه مزبوط مزبوط. يمكن هذا الحكي وقت كنا بباريس، لأنه لما بتخانق أنا وجفرة بتروح بتحرد بباريس. صحيح، بس أزعل من زياد بطلع برتاح بباريس.
طبعا أنا ما هان علي والحقت لهنيك فورا بدون ما تعرف بنوب، وأنا ما بعرف وينها. بعدين أنا من خلال معارفي عرفت بأي أوتيل نازلي. طبعا ما ورجيت حالي، بس رقبتها من بعيد لبعيد بدون ما تشوفني. وكان في كافيه هنيك نواحي الأوتيل، والخانم كانت تروح عليك اليوم. قمت أنا رحت دغري جمعت كل رفقاتي اللي هنيك وقلت لهم إنه نجيبولي 99 وردة حمراء، وكل واحد يروح يحط وردة على طاولته هيك ليخلصوا الوردات. والخانم كانت عم تطلع حواليا وهي مستغربة كتير. أي المهم نحطوا هالتسعة وتسعين وردة قدامها. أوه. وبالصدفة إجا واحد غريب حط وردة وصار عدد 100، وهي لساتها مستغربة من الشي اللي صار ومو فهمان الشي أبدا. بعدين وقفت قدامها وكان في فرقة موسيقية بالطريق عم تعزف للناس اللي هنيك. وقفتهم كلياتهم وراي وبلشوا يعزفوا على الكمان، وكان عزفهم رومانسي كتير. كل العالم اللي بالطريق تجمعوا حوالينا وهن عم بيغنوا ويعزفوا ويزقفوا لنا. وفورا قدمت لها الوردة، ولما شافتني عامل هالشي كرمالها نزلوا دموعها من الفرحة. وقلت لها انه رح اضل وراكي وما رح افارقك ابدا. طلعت بعيونها وقلت لها تتزوجيني؟ اكيد. يعني بوقتها انا هيك جاوبت ايه بلا. وهيك بلشنا حبنا وضلينا لهلا. يا الله قصتكم كتير رومانسية. قديش لكم متزوجين؟ 5 سنين. شهور. قلنا 5 سنين وثلاث شهور، يعني بالنهاية ما مهم الزمان. أكيد. إياد فتون أهلا وسهلا. طيب كنتوا خبرونا أنكم جايين لهون، كنا حضرنا لكم شيء. قصتك تقول زياد وجفرة صح؟ مين زياد وجفرة؟ أنت شو عم تحكي؟ لك نحنا لما كنا صغار كنا نلعب مع بعض. اسم فتون وإياد هاي ألقابنا لما كنا صغار ما أكثر. أنتوا وصغار؟ شو عم تقول أنت؟ شو عم يصير معك؟ ألقاب شو هاي؟ بشرحلكم بعدين. طيب معناها حبيبي خلينا نمشي وأنتوا خدوا راحتكم ماشي؟ بعدين بنشوفكم. شو عم يصير؟ امشي. شوفكم بعدين. شو القصة فهميني؟ شو بيعرفني؟ طول بالك إلا ما نعرف شو قصته. يلا روح. باي جفرة. ايه انتو ما فكرتوا تجيبوا ولاد لهلا؟ بلا طبعا، نحن هلا عم نفكر بهالموضوع بشكل جدي، واصلا صار لازم ان شاء الله عن قريب. لا شو عم تحكي، انا ما بدي. ايه شو هالحكي هاد، انتو قلكن 5 سنين متزوجين، يعني خلص صار لازم تجيبوا ولد. ايه طبعا معك حق بهالشي، بس خلينا ننبسط بحياتنا اكتر مو وقتها، لانه انا بضل مشغولة كتير. هي موظفة ببنك، يعني ما عنده وقت لتهتم بالولاد. مالك وميسون حكولنا كمان انتو شوي عن حالكن، يعني كيف بتقضوا وقتكن مثلا؟ هواياتكن شو هي؟ شو الأكلة المفضلة؟ قديش إلكم متزوجين؟ وشو في مشاكل؟ كل يوم تتخانقوا مع بعضكن ولا لا؟ لشو عم تضربني؟ شو صار لكم انتو؟ بالغلط عفوا. حبيبي هي انكسرت كاسة تانية، يعني شو صاير لي اليوم وبلشت تكسير بهالكاسة؟ خلص حبيبتي اهدي شوي. حبيبي كيف بدك يعني اهدى وانا كسرت الكاسة؟ حبيبي ممكن تهدي شوي؟ خلص اهدي عادي، شو بكي شو صار لك؟ خلص اهدي شوي، القصة مو حرزانة. انبسطت كله من تحت راسك انت. هلا انا ولا انت؟ انت سكتي وليه؟ شو؟ شبون هدول؟ طيب مقعدتيني هون ما تحكي بقى. ليك أمير إذا بتحب بتقدر تمشي. شو معنات هالحكي؟ شو بدك؟ شو بدي؟ لا عن جد؟ بعدين شو هي الطريقة اللي عم تحاكيني فيها ريما؟ ليش ما عجبتك؟
ليكي، من شوي انت اتصلت فيني وكان في صوت شاب عم يحكي معك. مين بيكون؟ وين انت ومع مين قاعدة؟ جاوبيني ريما. ليلي وينك ريما؟ احكي. والله هالشي ما بيخصك ابدا مجد، وتأخرت كتير لتطلب مني تعرف وين مكاني. انت كان لازم تفكر بهالحكي كله قبل ما اطلع. هلأ قدامك حياة جديدة، عيش حياتك، عيشة مثل ما بدك، انت حر. حتى ما بتعرف يمكن تتعرف على وحدة تانية بخاطرك. لك انت ليش عملتي هيك مع مجد؟ وعم تضحكي ومبسوطة؟ انت عن جد مانك طبيعية ابدا. ها بتدقيلي وبتقلي لي تعال لانه انا رح موت حالي، وبجي بلاقيكي ما فيكي شي ومبسوطة. عن جد ريما ما عم افهم عليكي، انت شو بدك مني بالضبط؟ بتعرفي شو هذا اللي سويتي؟ انت ضحكتي علي واستغليتيني اليوم. مجنونة. بتعرفي انه دافعت عنك قدام بتول؟ قلت لها انه خلص لازم تسامحك وتعطيكي فرصة تانية لحتى تتفاهم، بس انا طلعت غلطان كتير. اذا رفيقتك بموقف مثل هاد رحتي طعنتيها بظهرها، وبصراحة ما عم افهم شو سبب كرهك لفتون كل هالقد. ايه هلأ انتو حكيتوا لنا كم قصة، بتقروا كتب وبتروحوا على السينما كمان وبتحبوا تطلعوا رحلات كتير مع بعض، مو هيك؟ يعني ايه ما بتتخانقوا مع بعضكم؟ ما عندكم اي مشاكل؟ يعني كل المتزوجين بيتخانقوا، مو معقول. شو صار لك؟ امي على التليفون ولا انا قريت غلط؟ بعدين بحاكيها، مو هلا. ليش ما رديتي فورا؟ يعني حبيبي لانه نحن هلا مع جيراننا، مشان هيك يعني انا ما رديت عليها. كأني حاسس إنكم مخبيين شي على بعضكم، لأنه عيب اللي صار. وأنا هيك رأيي. ليش ما رديتي ميسون؟ لأنه ما بدي رد عليها قدامهم. خلص بعدين بنحاكيها. ليش علقتم؟ لا تدخلي. بس أنت بتعملي هيك على طول، عندك مشكلة مع أمي يعني؟ خلص شو بك؟ بظن في، يعني أنا هيك حسيت. عندي نظرة بالإنسان لما يكون مخبي شي، بس أكيد في مشكلة مو حابة تحكيها قدامنا. لا معقول هالحكي؟ ما أنت بتعرف منيح إنه بموت فيها. مالك كأنه هي عم تحكي هالجملة طلعت حواليها، ولا أنا غلطان؟ إيه صح كلامك. لك خلص لا تضغطوا عليها، أكيد عندها أسبابها. شكراً إلك، بس ما في شي عادي. هذا واجبي يا ميسون، لأنه هدول الرجال هيك طبعهم دائماً، بيحكموا فوراً من غير ما يسمعوكي أو يفهموا شي. سأليني إلي، لأنه كمان حماتي في عندها حركات ما بحبها. ما فهمت عليكي أنت شو عم بتقولي. عفواً، على علمي انه كان طاير عقلك كتير بامي. مو قصدي شي، بس امك عندها حركات مو حلوه بنوب. بس بالاخر هاي المره بتضل امي، وانت لازم تحبيها، هي قلبها طيب كتير ومنيحه. شو؟ ليش انا قلت عن امك مو منيحه يعني؟ بس رنيم خانم اوقات بتزودها شوي. بس سؤال، انت لهلا يعني بتقولي لحماتك خانم؟ ميسون، انت ليش ما بتقولي لامي يا خانم؟ يعني ليش لحتى اقول لها هيك؟ انا مو متعوده، اصلا هاي الرسميات ما لها داعي. ايه بس بتصير تقولي لها. ايه اتفقنا؟ لا ما اتفقنا. ليش انت بتقول لها لامي خانم شيء؟ حبيبتي انا ما عم اسالك لحتى نعمل مقارنه بيناتنا. طيب انا ليش لحتى اقول لها يا خانم؟ قلي يمكن اذا قلتي لها هيك تنبسط منك وما فيها يعني شيء. يعني اذا قلت لها خانم شو رح يتغير؟ بلكي بترضى عليكي لانك رجعتي لها كل الاغراض اللي بعثت لك اياهم. لانه الاغراض ما عجبوني بنو. تفضل. وهي هيك صحتين وعوافي. شكرا لك. انا بتمنى انه ما اكون عم مزعجك بشي، يعني لانه عم بيجي لهون كتير. لا معقول شو هالحكي هاد؟ المحل محلك، امتى ما بدك فيك تجي بتشرف، بالعكس مننبسط بشوفتك. اهلا وسهلا. تفضل ارتاحي. مبين عليك تعباني. كيف فتون؟ كيف بدها تكون؟ خسرت حلم طفولتها
وكله بلمح البصر. بصراحة ما بدي أحكي عنها قدامك لأنه حتصير كنتك، بس أنا نبهت لفتون منها من قبل ورنيم خانه متسرعت. مبين أنه ريما هي السبب بكل اللي صار، وبنتي فقدت كل شي بتحبه بالحياة وما كان إلا ذنب بشي أبدا. عن جد أنا مقهورة على فتون. رنيم بهالفترة مو منيحة، تصرفاتها مو عجبتني. يعني أنت زعلان؟ إيه أنا متضايق ومزعوج. أنت مو ناقصك لأشكيلك همومي، بيكفيكي يلي صاير معك. لا معقول هالحكي؟ احكي أنا بقدر أسمعك. إيه بيقولوا يلي بيسمع مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. خلص حياتي بوعدك المرة الجاية رد عليها فورا، بس أنت لا تزعل بعتذر منك. طيب حبيبتي ولا يهمك، يمكن أنا زودت شوي. حبيبي. إيه خير شو في؟ مزعوج من جفرة كتير. أنت زودت كمان. أنا بعرف ليش هيك أنتو صار معكم. حياتي لأنه انكسرت الكاسة من شوي، كوكب مارس وبلوتو تصادموا مع بعض ولما انكسرت الكاسة تخانقنا نحنا. ميسون بتآمن كتير بهي الشغلات ومقتنعة أنه في جن كمان. نحنا غيرنا البيت لهذا السبب. دخيلك شو ما كان يكون رح كملهم على ثلاث كاسات مشان نرتاح. ميسون انتي هوب 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 هوب، انت شو اللي عم تساوي؟ ها وين مفكرة حالك قاعدة؟ شو عم تساوي؟ لا تكوني مفكرة حالك ببيتك يعني. كان لازم اكسرها واهدوا لو سمحتوا، انا بدفع لكم حقها. شو يعني لازم تكسريها؟ انا ما عم بفهم. يعني بالمختصر بالفترة الأخيرة عزلت حالها وما عم تشوف حدا، حتى أنا متضايقة مني، معتبرة أنه أنا واقف ضدها وما وقفت معها وقت كانت بحاجتي. يعني بشو واقف ضدها؟ ما فهمت. وقت إجت عرضت عليك الشغل أنا قسيت بالحكي عليها شوي. يعني هو صار في سوء تفاهم بيناتنا، بس لا تدقق بصراحة صار لازم كل شي يتصلح. اليوم المساء ممكن تاخدني على بيت رنيم خانه من بعد إذنك؟ لأنه لازم شوفها وأحكي معها كلمتين وأعتذر منها كمان، وحابة أحكي بخصوص فتون ونحل الموضوع طبعا، يعني إذا ما عندك مانع مشان روحتنا وهيك منساعد فتون. موافق؟ طبعا منروح ما في مشكلة. لا زودتيها كثير انتي. طيب انا بالغلط كسرت الرابعه ولازم كملهم على السته، افهموا علي. وانا رح اكسر لك راسك، شو رايك؟ لو سمحتي احكي منيح مع مرتي يا خانم. معناها طبها لمرتك ولا عاد تخليها تكسر شيء. نحن صار لازم نمشي لانه عندنا شغل كثير. ايه صح، نحن تشرفنا بمعرفتكم واهلا وسهلا فيكم بحارتنا. انتوا لوين رايحين؟ حبيبتي نحن عندنا شغل ولازم نطلع فورا. رايحين نجيب شويه غراض بخاطركم. شوي لازم تستنوا، لازم على السته. اسمعيني مدام، انتي هون بمكان محترم، ممنوع تكسري اي كاسه، عم تفهمي؟ حبيبتي انا لازم كملهم على السته مشان ما بيصير هذا الحكي. نجحنا وعرفنا نقطه ضعفهم، شو رح نعمل هلا؟ خلص اتركي لي هالموضوع علي، انا فتون بس انا بحاجه لبتول وامير. ليكي رح نرجع على هداك البيت اليوم المساء وسقفيني حبيبتي. يلا. انت قلت حبيبتي ما هيك؟ ايه قلت عدلك ياها؟ طبعا انت حبيبتي. تعرف شو يعني نحنا مع كل شي عم يصير معنا، حلو انه نعمل حالنا متزوجين. لك شبك انصدمت؟ هلا ما رح نتزوج، لسه بكير. يعني لسه معنا كم شهر. شو صار لك؟ شوف انا ماني قاتلة حالي عليك، بعدين ما بعرفك. انت زياد على فكرة، لا بقلك اسم زياد كتير، بكرة بس يجينا ولد منسميه زياد، لك كل القصة تمثيل شباك. ما أنا لما كنت بالثانوي. ايه بعرف، لما كنت بالثانوي طلعت على المسرح، خلص بتعرف تمثل. ليكي خلينا نروح نرتاح بشي محل، شو رأيك؟ تعرف أنا عم فكر بشي تاني هلأ، صرنا قراب، خلينا نروح لعند أمك، بعتذر منها وبخلص من هالقصة، بتكون زعلانة كتير مني، بعدين أنا برتاح. خلص
مثل ما بدك، يلا امشي. شو عاملين؟ يلا حكولي. انت السبب ما هيك؟ يلا اعترفي. وقاعدة عم تتهمي رفيقتك كمان، هي مو اول مرة. ها شو بدي اسوي معك؟ مشاغبة على طول وبتتخانقي مع رفقاتك بالباحة وبتقلل احترامك للاساتذة ليك تيابك. انت مو ناوي تتعلمي يعني؟ ما نبهتك هديك المرة؟ انت شو بدك؟ اه خلص ما رح خليك تداومي ورح أفصلك من المدرسة. رح أتصل بأهلك وخبرهم بالقصة. لا أستاذ، أنا السبب. لا تحاولي تحميها، لازم تتعاقب على عملتها وتنتقل من هون فورا، غير هيك ما رح تتربى أبدا. لا أستاذ، ما عم بحميها، مو هيك الموضوع. أنا السبب، رح أعترف لك فورا. أنا مبارح ما قدرت أدرس لأنه كنت مريضة، كتبت راشتات لأنه خفت ما أنجح بالمادة. ريما ما إلها ذنب بنوب، وأنا ندمانة كتير وبوعدك إنه ما عاد تتكرر. يلا روحوا على صفكن. ليش هيك عملتي؟ ريما، لأنك أقرب رفيقة لإلي، حبيت أقف جنبك مشان ما يقلعوكي. أنا ما بدي إياكي تساعديني بنوب، خليكي بحالك. قولي لي انت شو صار معك؟ اذنك معك. بالله شكرا. اهلين رنيم خان، ما خبروني بالقصة. مرحبا، كيفكم؟ اهلين يا هلا، بسطنا بشوفتك. ان شاء الله رح يكون في شغل لقدام بعد اللي صار. اكيد حياتي. والله ليك يا رنيم خان. وينه ليك هون وقت؟ بسرعه يا شباب تعالوا معي. رنيم خان، ممكن نعرف شو سبب المشكله اللي صارت بالعرض؟ يا جماعه بعتذر منكم، ماني فاضيه هلا. شو رايك باللي صار بعرض ازياء امين ياقوت؟ ما بدي صرح باي شيء هلا، وفي مجال ما حدا يصور؟ لو سمحتي يا خانم لازم تجاوب. لا ما رح احكي شيء، بعدين بصرح بكل شيء لو سمحتوا. انا بعتذر منك. لو سمحتوا بكفي، بكفي لو سمحتوا. لو سمحتي لازم تجاوبينا يا خانم. خلص روحوا، ما بدها تجاوبنا. مرحبا. اهلين. ما عرفت كيف خلصت. الصحفيين بيكونوا مزعجين احيانا. امك بتكون هون هلا؟ ايه يمكن، مثل ما بعرف انه هي جايه على المعرض. خلينا نفوت لعندها. يلا. اها ليك امي هنيك. طيب انت لا تجي معي، انا رح روح لحالي واحكي معها. بهالوقت ساوي لك شي شغله. ليك لا تضل واقف هون عم تراقبنا. هيك بدك؟ اي طبعا، يعني انا بنت واثقه بحالي واعيه وبعرف حل مشاكلي منيح. رح وقف قدامها واحكي لها كل شي وبدون ما اخاف. ورنيم خانم مثل ما بتعرف بتحب البنت القويه والواثقه من حالها، وهي قالت لي هالشي. وبما انه انا هيك طبعا رح تسامحني على اللي عملته وتتفهم كل شيء. طيب انت أدرى حبيبتي، انا رح اتفرج على المعرض. اي ماشي. رنيم خانو، لو سمحتي في موضوع مهم لازم أحكيه معك.
يعطيك ألف عافية، صورة بتجنن. حلوة ما هيك؟ كتير حلوة. انتبهتي على التفاصيل الصغيرة الموجودة؟ قصدك الألوان الغامقة؟ ايه بالضبط. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بالتوفيق إن شاء الله. كيفك؟ منيح. عم بلقي نظرة على الصور. وشو رأيك؟ ماشي حاله، بس ما عم بفهم عن شو هالمعرض. يعني ما حسيتهم مميزين، بالنسبة لإلي عاديين كتير. طالبة بكالوريا، إذا نجحت كانت رح تنتقل على الجامعة. بس طلعت النتائج عرفت إنه هي رسبت وصارت تتسمع على الموسيقى لتنسى هالصدمة. أهلها تضايقوا وزعلوا منها كتير. هي وقت تكبر رح تتعلم إنه ما تزعل وتقبل الخسارة، لأنه ما في شي مستاهل أبدا. إيه طبعا هالصورة معبرة. رنيم خانو، أنا كل يوم عم شوف بمنامي إنه عم نتخانق مع بعض. يعني صحيح إنه هالشي صار مرة واحدة وخلاص، بس بالنسبة إلي صار كابوس مزعج بحياتي. إيه فتون، بعدين بنحكي بالقصة ماشي حبيبتي؟ لا هلأ لازم نحكي كل شي. أنا اشتغلت على حالي كتير كرمال هالعرض، والكل بيشهدوا على هالشي، وحتى إياد. وإياد معي إذا بدك روحي واسألي. أما بالنسبة لريما، كذبت علي وروحت كل تعبي على الفاضي. أصلاً هي من كل عمرها بتغار مني. أوه ولسه بالمدرسة كانت تعمل أكتر، والكل بيعرف منيح كيف بتفكر هالبنت. رح أحكي لك عن فصل النص الأولى وما رح أتركها أبداً. هالبنت شوفوا يا شباب، ليكوا ليكوا شو عم يصير؟ شو صار؟ خلينا نروح نشوف شو عم يصير بسرعة. جيب الكاميرا معك وتعال بسرعة. يلا رنيم خانو مراحل شوي، ممكن تقولي لنا شو السبب؟ شو صار بينك وبينها؟ يلا حكي لنا بسرعة. لو سمحتي حكي لنا بسرعة، لو سمحتي. صور. لو سمحتي حكي لنا ليش طلعت الست رنيم وهي معصبة؟ صور صور. أنا مهندس معماري، وأنت؟ أنا هذا أنت؟ لا تأخذني، عندي شغل ضروري وصار لازم أمشي. خدي راحتك، ما في مشكلة. طيب بكرة بتمرق على بيت الموضة وبنحكي بالتفاصيل، ومنه كمان تقبض حسابك على شغلك بالعرض. لو عندك حساب بالبنك كنت حولت لك ياهون. شكرا لك، عزبتك معي. كلك ذوق، يلا بخاطرك. مع السلامة، شرفتينا يا خانو. كل هالحكي ما فيه مصداقية. خلاص شكرا لكم، انا رح امشي بالاذن. ليش طلعت ست رنيم وهي معصبة؟ لو سمحت احكي لنا بسرعة. لو سمحتي. امين ياقوت هني. صور صور روحوا. انت ليش تأخرتي؟ الصحفيين ما تركوني بحالي. ورديتي عليهم؟ ايه قصة طويلة بعدين بحكي لك. امك مرقت من هون؟ ايه هلأ راحت. عن جد؟ لا تقولها. ليلي عن شو حكيتوا؟ بالحقيقة ما حكينا بالموضوع كتير، بس هي سمعتني وما حكيت شي بنوب، وأنا كنت عم أحكي طول الوقت. ولما ضربت إيدي بالصينية وقعت بالأرض انتبهوا الصحفيين وساعتها مشيت. بس كان الوضع بيناتنا ماشي حاله، يعني على شوي كانت رح تسامحني، وأنا رح حكيها بعدين وإن شاء الله تسامحني. خلينا نمشي. يلا امشي فتون. انت وين ريما؟ ومع مين قاعده؟
هالشي ما بيخصك إلك أبداً مجد، وتأخرت كتير لتطلب مني تعرف وين مكاني. كان لازم تفكر بهالحكي كله قبل ما أطلع. هدول ما بيتركوا شب ليكونوا مأمنين البديل. هي أكيد رح تتركك بيوم من الأيام، وبكرة رح تجد اللي معك حق. صورتك شو عم تعمل هون؟ ما بعرف ابنه مين حطها بالمعرض. بس دقيقة، انت امتى رحتي وتصورتي؟ انا ما تصورت وما بعرف مين اللي مصور. لمين هذا المعرض؟ بعد فترة رح تعاني من تعب وقلق بحياتها، وهي حاملة حملة كبيرة على كتافها، ورح تنهار نفسيتها وتضعف، رح تكون محتارة كتير، وهي نقطة محورية بحياتها لتعرف الصح من الغلط. معناتها لألك. شوفوا تون، هذا الأستاذ استأذن قبل ما يحط الصورة تبعك بالمعرض. بالأول خليني أقول لك شغلة، أنت بتعرف أنه الفوتوغراف كلمة تشكلت من كلمتين هن فوتوس وغراف واندمجوا، والتصوير فن مهم بيترك أثر كبير، ونحن لازم نحترمه ونقدره. يا ريت تفهم اللي عم أقوله. وصلت الفكرة؟ قلت لك أنه أنا مهندس معماري، يعني نحن منعرف منيح الفرق بين التصميم والصورة، وطبعا نحن منعرف أنه رح جاوبك على سؤالك. بالنسبة لهي الصورة كان ناقصني قطعة لمعرضي، وأنا حطيت هالصورة وبرأيي حلوة كتير. فتون، قلي لي انت تضايقتي من هالشي؟ نحنا التقينا انا والاستاذ بيوم العرض، وهو ساعدني هداك اليوم، وكان متعاون كتير كمان. وفكرة الصورة كتير حلوة، يعني مو مشكلة حطها بمعرضك، فينا نمشي؟ مو مشكلة، ما هيك؟ طيب، معناتها أنا هلأ حابب اشتريها لهالصورة. قديش بدك سعرها؟ القصة بتهمني. وبالمناسبة صورة الفوتوغراف حلوة كتير وحابب اشتريها. للأسف هي بالذات مانا للبيع. بما أنها معروضة فهي للبيع؟ مستحيل، آسف. ايه فتون، انت عندك شي حابة تحكي هلأ؟ الظاهر اني رح احكي معك وازعجك. اياد، ما صار شي، يلا تعرفوا على بعض. ليش هيك واقفين؟ شو بكون؟ اياد، انا اياد. كريم، تشرفنا. وانا كمان. اياد، نحن خلينا نمشي. يلا تعال. ايه رح نمشي، بس بالأول كأنه هالصورة المميزة اللي بتهمك مايلة ورح توقع، خليني زبطها. ها، تفضل، لمسة صغيرة مني وصارت أحلى. مظبوط، طالعة حلوة. يلا. شو اللي عم يضحكك بالله؟ لأني حسيت أنك غرت علي من شوي. شو هالحكي هذا يا فتون؟ ما شفتي كيف كان معلق صورتك بنص المعرض؟ وبصراحة انزعجت كتير من الشي اللي عمله، وانت ولا على بالك. كمان انت كنت رح تشتري الصورة يا مجنون، مجنون. فتون، انا عملت هيك لانه ما اخد اذنك قبل ما يعلق الصورة بالمعرض، هذا بس اللي ضايقني. شو كان اسمه؟ كريم. حلو كتير، وحافظة اسمه بصم كمان. شبك ولو، انت اللي سألتني. هذا واحد حقير ومبين من شكله تافه.
انت برأيي احلى بكتير. طبعا وما في مقارنة، يعني محلا يكون هو احلى مني. اكيد امير. اهلين امير. ايه يا سيدي، عن جد ما في منك. ليكني جاي على الطريق. ساويت مثل ما قلت لك؟ ماشي عزبتك. لكان خليني شوفك. كل شي تمام ما هيك؟ ايه فتون، صار الشي اللي مخططينه ولا يهمك. حبيبي انا خلصت المطبخ، بكره كمان بنظف الكنبه. يعطيك العافيه. وبعدين برتب الصالون. بيتنا رح يكون حلو كتير حياتي. اكيد يا روحي. انا بفتح. لا حبيبي لا تعب حالك، انا بفتح. حبيبتي معناتها خلينا نروح مع بعض. موافقه. يلا. مساء الخير. مساء النور. آسفين على الإزعاج. أنتوا مستأجرين جداد هون ما هيك؟ إيه صح. الله يعينكم. الله يكون معكم. لو سمحتوا فينا نفوت لجوا نحكي شوي؟ في شغلات مهمة لازم نخبركن عنها، وهالشغلات كتير خطيرة. تفضلوا. أكيد بتكوني اشتقتي لي من الصبح لهلا. إيه مع السلامة. الله يسلمك بخاطرك. مين بتكون؟ جارتنا بالبناية، بس ما بحبها أبدا. خلينا نفوت أنا جعت. يلا. قبل ما تجي أنا كنت رح ضب هدول الغراض. فوت، أصلاً كلهم كم غرض حياتي هلأ بضبون. أنت هلأ أقعد لبين ما نظف وإجي.